خمس اختيارات، هو هذا النظام مال الستار، نعطي فايف تشويسز وانت تختار التشويس الصح. الاكتورشن شنو هو تعريفه؟ يعني هي ستورج اوف يورين ان بلادر، لو اليمنيشن اوف فيسز، لو فلتريشن بروسيس ذات ري ابزورب نيوترينتس ان ذا كيدني، اكسكريشن اوف يورين، لو اليمنيشن اوف يورين. دكتور جواب. ها؟ جواب دكتور. elimination of urine. زين آلاء حسن شو تقولين؟ آلاء حيدر يلا بطريق. زين ماشي. السؤال اللي بعده هو ايه طبعا اكيد يعني هو بكتيريشن يورين اكيد ثلاث شغلات ما فيز ما له علاقه. احنا عندنا عمليات خلال شلون يتكون اليورين، عمليات عندنا ري ابزوربشن واكسكريشن، هاي كلها عمليات يلا يتكون اليورين النهائي، فاكيد وهاي يبدا بالفلتريشن تذكرون، وبعدين عندنا ري ابزوربشن وعندنا عمليه الاكسكريشن، فذن كلها بروسيسز تصير بالرينال تيوبولز كلها على مود تكون اليورين، وبعدين اليورين من طلع من الكدني يروح يصير ستورج بالبلدر، فهاي كلها البروسيس، وبعدين يطلع من البلدر عن طريق اليورترا، فهاي كلها البروسيسز هاي اللي قاعد تصير كلها نسميها elimination of urine. فهنا ذن فوق الاربعه كلهن او عندنا في زمان نشغل بها، فذن الاختيارات اللي فوق الثلاثه كلها يعني بروسيس مال formation of urine، بس البروسيس كلها اسميها elimination of urine. opposite are نعم نعم دكتور، هو الاكسكريشن نفس السكريشن؟ الاكسكريشن نفس السكريشن، السكريشن عكس الابزوربشن اللي الابزوربشن اللي يحصل اصلا بالكليه، بس الاكسكريشن يعني الطرح او اي يعني حسب معلوماتي الاكسكريشن يختلف عن السكريشن. السكريشن فد ماتريال يعني يصير بها يعني فورميشن بالسيال نفسها، مثلا سيال مارينا تيبول سيال مال بنكرياس، فنقول هذا راح يصير بها سكريشن، يعني هو كونتها وطلعتها. الاكسكريشن عاده هي ماده جاتها من غير مكان، يعني مجرد هنا تدخل للسيل وبعدين تطلع من الجهه الثانيه، هاي يقول فرغها طلع خرجها هيك يعني. انا هاي المعلومات يعني فهمت زهرة؟ دكتور نقدر نقول السكريشن هو الكابيلار الدفعه للدكت او يروح على اليوترس، بينما اللي يمشي باليوترس نعتبر هذا اكسكريشن. لا لا هو اكسكريشن باي مكان يصير، يعني ست برينال تيوبيول عندك اكسكريشن وعندك سكريشن. لا انت هسه تقصد على الكدني، هو الكدني نفسه بيه اكسكريشن وبيه سكريشن. اي بيه اكسكريشن وبيه سكريشن، تروح البنكرياس نفس الشيء. زين هي موجوده. هلا علي هلا والله قرينا السؤال. يقول هاي الفيجر اي اوبوزيت ار بي اي فيو اوف تو مورفولوجيز اوف نورمال يورينري بلادرز، ستدي ذيس ايمجز ان نوت ذوز فيتشرز كومن بتوين ذيم ان ذوز ذات ديسكوش ذيم فروم ايتش اذر. وات از ذا اكسبلانيشن اوف ديفرنس اف اني، يعني هاي شنو شلون تفسري؟ عندنا ذن تو بلادر يعني جبت تشيز فيجر اي صح اي بلادر. هي منو البلفيميال؟ منو بيهم؟ يا هو بيهم مال البلفيميال ليفت اور رايت؟ رايت بس انتبه زين، يعني الفقر هسه قدامك، يعني ايش تقصدين على ايدك اليسار هذه شنو؟ الميل. منو يأيدها؟ منو؟ لا لا اي فيميل، لان عندك اليوترس، عندك هذا اليوترس موجود. زين اي شنو الدفرنس؟ اي دكتور بالفيميل البلدر لايز انتيريور تو ذا يوترس، وبالميل البلدر لايز انتيريور تو ذا بروستات. الفيميل ماكو انتيريور يوترا انتيريور بس بالميال موجودة. بس دكتور احنا يعني شفنا هواي اشياء بالضبط، اكو مرات يقولون ان اكو انتعال ناضي ورثراس
اي كملي معني؟ كملي اي كملي دكتورة. بعد بالفيمال نوع تعمل اليورتراس بنكتر والبلادر تكون شورتر اليورترا شورتر اليورترا الفيمال وبرسنت وغاز ديفرنس زين ماشي ابو الحسن علي دكتور عن موارد تتاثر على الانترنال يورترا كونكتر ماشي ماشي ابو الحسن علي تعيد هلا ابو الحسن موسى احمد حيدر احمد سبع أحمد سجاد أحمد شمخي أحمد فؤاد أحمد مهدي أحمد نعمة استبرق كاظم زهراء شكري عندك إضافة لو يعني هذا هو هي مضبوطة بس هاي النقطة يعني عندنا اختلاف عليك شوي. مال الانترنال سبيكتر. ماشي. زين. شنو تعرف ديفينيشن مال البلادر زهراء؟ نعم دكتور. انت عارفين لي البلادر شنو؟ كلتشر يعني مكونة من مصب حيصير بها ستورج لليورين بالريست هاي في الريست وحالة يعني فولينج حيصير ريليز اوف يورين. الصفحة سين. آمنة جلال. أمير عبد المحسن. أمير فاهم. إبراهيم عبد الخالق. انفال سعيد نعم دكتور انفال عارفين الكدني اه الكدني الكدني متى صوت مع ها ما اسمع اقول لك الكدني الكدني شنو تعريفه الكدني الكدني البدر عفوا البلادر زين اليوريتر شنو؟ شنو؟ صوتك يقطع انفال آيات خيري آيات حسن انفال بعدين ارجع لك آيات حسن آيات خيري نعم دكتور اي عارفين اليوريتر لا اليوريتر هو يعني عبارة عن تيوبيو يعني يخرج من ال من البلبيك of the bladder ويدخل بال upper lateral corner of the bladder عبارة عن شنو؟ تيوبيك عبارة عن شنو؟ لا زين شنو الفرق بين تيوبيول وتيوب؟ عبارة عن تيوب لأنه تيوبيول يعني أصغر. هي التيوبيول هذا بالكدني هذا ما ينشاف يعني اسمه يعني بالمجهر بس عندنا التيوب هو نشوفه بنفسنا التيوب اكو فرق بين تيوبيول وتيوب. زين اي اوكي آيات حسن آيات عقيل
إيلاف حيدر، هاي عبد القادر، براء حيدر، براق عقيل، براق رقم 5 8 5 ماخذيها هذه منين جاي البلدر بالامبريو منين جاي من اورجان زين زين شنو السيجنفكس مالتها يعني اذا كلها جاي من الهند جانت مع الهند الهند جانت معناها شنو النيرف سبلاي ايش بيه راح يصير يعني كلها تتشارك بنفس النيرف سبلاي صح ماشي براق بسملة صباح بنين اسعد بنين حيدر بنين عامر بنين عوض بنين محمد تبارك حميد يلا بنين بنين in the bladder describe function of fundus fundus شنو دورها شنو زين ماشي تبارك حميد اي تبارك السؤال بعده النيك اوف بلادر شنو فانكشن مالته دكتور راح تسوي لي كونكشن بين البلادر و اي صح تقى سلام تقى عبد الغني جعفر رحيم جعفر معن حسام الدين نبيل دكتور طفرتني ها طفرت اسمي شو اسمك جنات طالب شو اسمك جنات طالب دكتور احنا اسمانا صايره بالصفحه الثانيه احنا احمد غلطان جنات لين نقل يعني اسمانا صايره بالصفحه الثانيه احنا كمان منا كمل انتم الرماد عندكم اطمن اسمعكم بخير حسام الدين نبيل نعم دكتور حسام قراننا السابع دكتور يقول in its normal function. Name these three regions. دكتور عندي من الأوتر لير. الأوتر longitudinal layer. والميدل تكون circular layer. والإنر تكون longitudinal layer. ماشي هذه عندكم بالمحاضرة. طبعا هذه ترتيب المصل according to function. يعني هسه الانتستين الى ترتيب المصل معين وهكذا يعني احنا شلون نريد فانكشن مال اورجان تكون راح تتغير الستركشر اكو مرات بس ماسكولر قصدي سيركولر ولونجيتيودنال هسه هنا ثلاثه عندنا حسب الوضع اللي يحتاجه حسن ابراهيم حسام دكتور. نعم دكتور نعم زهر دكتور احنا بالمحاضره الاولى محاضره دكتور سلام أي. هذا على الاناتومي اوف يعني السيستم معطينا انه مو لونجيتيودنال سيركولار لونجيتيودنال لا يعني ترانسفيرس ولونجيتيودنال واوبليك هاي موجود بالمحاضرات والسلام زين دكتور احنا عليه من يعتمد يعني يختلفون تناقض بين يعني هو كتاب كوم هيك يقول وما اعرف دكتور سيا موترون هذا دكتور سلام هذا دكتور سلام صحيح المفروض بها اوبليك أوبليك وترانسفيرس إذا هي نفس السيركولار مو هو احتمال ذني يقصدون بين غير معنى يعني مثلا احنا عندنا هسه هنا لونجيتيودنال 2 وسيركولار مو صحيح فاحتمال مثلا ترانسفيرس يعتبروها سيركولار هيك يعني مجرد تغيير الاسم يعني هو بمحاضره دكتور سلام غير التسميه اوبليك وترانسفيرس مو هيك الترانسفيرس ايش قد محاضره دكتور سلام 2 لو وحده لا هو كاتب انه هو الترانسفير مصير تتكون من 3 لاير يعني هو ما محددهم اذا هي الانر او الميدل او الاوتر موست لا هو كاتب ترانسفيرس فارسه لو
عندنا الفارزة أوبليك. اي هو ترانسفيرز والاوبليك، ترانسفيرز والاوبليك معناها شنو؟ احنا عندنا هسه هنا عندنا اثنين لونجيتودينال وواحده سيركولر، معناها شنو؟ معناها يعني اذا على نقارنها ويا دكتور ويا محاضره الدكتور سلام، يعني معناها انتم قايل شنو قايل ترانسفيرز ب اوبليك مو ترانسفيرس، يعني ممكن يعتبرها السيركولر بس الاوبليك يعني اوبليك الاوتر غير هو معتبرها الاوتر. اي مو حتى انا اقارن ويا محاضرتي لان انا هم جايبها من كتابكم مو من عندي، يعني نقدر نمشيها انه الاوتر هي نفسها الاوبليك ماشي اوتر لونجيتودينال، والانر الانر هو ايش معتبرها ترانسفيرس؟ اي نعم دكتور ترانسفيرس. والثالثة دكتور هو ما ما ذاكر انه هاي انر بس هو مرتبهم، يعني اول شيء ترانسفيرس بريستولوجيكال يعني تحت الماء مش صوب. لا هو بلادر وحده بس هم العلماء مرات يسمون غير تسميه، هو بلادر مال كل الناس هي نفس البلادر بس مثلا واحد يسميها لونجيتودن واحد يسميها مثلا اوبليك، بس حسب هو شلون فكره بباله، هاي شافها ما الى هي شفتوها كلها اوبليك وكلها، بس تبقى يعني تغيير التسميه، فاحنا على مود نتفق قصدي خاف يجيكم ام سي كيو ماني اكيد اجيب على محاضرتي، تبقى انتم راح ما تدرون محاضرتي هاي المحاضره الدكتور سلام، انا طبعا اداره التجيب فاكيد اجيب مثلا التقسيمات انر اوتر ميدل، اذا ما جبت معنا هاي من محاضره الدكتور سلام هاي اول شيء، ثانيا نعتبرها هو شلون هسه عندكم اعتبروها هسه هاي البدايه مال الدكتور سلام من الانر اوتر مو بعد هو بترانسفيرز واوبليك وهذه، فهو انا اعتبروني هم نفس الشيء لونجيتودينال ونصعد فوق ماشي، هسه واضح كلامي؟ تمام دكتور شكرا. زين حسام نعمه جاوبت؟ لا ما جاوبت. حسام سؤال الولادة هو مطيك هسه هيستولوجي يقول لك وير along the extent of the urinary system was the histological sample shown previously from، يعني هذا قدامك الفيجر هاي وين يعني بالكدني بالبلادر باليوريتر؟ دكتور احنا مثل ما شفنا عندنا ترانزيشنال ابيثيريوم يعني نسيج متحول، وهذا موجود فقط في البلادر وباليوريتر اي كل زين ما شو شفتوا الترانزيشن ابيثيليوم هذا موجود بالبلادر، هذا بعدين يصير بيك ستيشن. حسن ابراهيم، حسن حيدر، حسن فوزي، حسن مالك، حسن نضال، حسن نضال دكتور هنا يقول name the structure MS and LB شلون عنده photo micrograph شلون previously، يعني يقول هذا الحرف الام والاس والالبي ام انترمس، الام للميوكوزا، الاس للسام ميوكوزا، الالبي للامنة بروبريا. اي طبعا هو اغلب التشوز ترى اغلب التشوز ترى هو هذا structure مالت الهيستولوجي ميوكوزا سب ميوكوزا، بعدين عندنا مصل وبعدين عندنا الادفنتيشيا، بس مرات جوا الميكوزا اكو فاصل لامينا بروبريا نسميه. زين هذا يعني بسيط واحنا مقتنع بحاضر. حسن هادي. نعم دكتور حسن هذا النيم اوف المصل اخذناه، احكي لي على كومنت اون ذا اركتكتشر اوف ذيس مصل هاي دكتور اون ذير سيجنيفيكال سيجنيفيكال. يقول هنا ليش يعني الكومنتس اوف ذا ارتيكولار articular of this muscle layer and their functional significant. They يقول انه هنا ليش العضلات يكون واحدة sacral واحدة longitudinal. هنا دكتور على مود يكون low bladder constriction in different direction، يعني على مود يخليها يعني تكون تتمدد اتجاهات، يعني مو يكون تراص بين واحدة sacral واحدة longitudinal، تصير بيناتهم يعني
تعطي امكانيه للبلدر على مود تتوسع. ماشي، هو بين على مود يصير فولنس للبلدر وبعدين يصير الامتنج شلون يصير بطريقه معينه، فهو صار ستراكشر هيج متنوع. حسين احمد، حسين انور، حسين جهاد، حسين رياض. نعم دكتور. يلا حسين. عندنا are there any differences between histological classification of this muscle? If so, what are they? هذا يعني internal وال external transpiration difference. دكتور الانترنال تكون لا اراديه فتكون بها سموث ماسلز، واللي سموث ماسل يعني طبعا تكون سبايندل شيب، والنيوكليي مالتها تكون سنترال. بينما الاكسترنال تكون تكون اراديه، فالعضلات اللي بيها تكون سكليتال ماسلز وتكون لونجيتودينال يعني طوليه وسترايدال. ويفضل حتى تحفظون النير سبلاي مالتهم يعني كلش مهم. هاي منو هاي منو ممكن بعدين هم سؤال هيك. احمد غلطان. نعم دكتور. احمد كم انترنال من يسويها سبلاي؟ دكتور الهايبو غاستريك نيرف اللي هو يكون سمباثيتك و صوتك ناصي. دكتور الهايبو غاستريك نيرف اللي هو يكون سمباثيتك انرفيشن للانترنال وراح يشتغل بواسطه الالفا 1 ريسبتور الترانسميتر النور ادرنالين على مود يسوي لها كونتراكشن. زين ولك اكسترنال واضح دكتور ولا لا؟ الاكسترنال من يسوي لها سبلاي؟ دكتور الاكسترنال اللي هو سوماتيك انرفيشن من البيوجندال نير يعني على مود انه هو النيورو ترانسميتر اسيتال كولين. زين ماشي. آية محمد، علق عبد الحمزه، عبد الزهره. نعم دكتور عبد الحمزه. علق عبد الزهره اي علق. عندنا عبد الحمزه دكتور. شنو عبد شنو؟ عبد الحمزه. عبد الحمزه شو هنا مكتوب عبد الزهره. ماشي خلي غير الاسم. ماشي على عندنا on the diagram of the 11 دكتور ما قلت اشير اي فشلون اشير يعني عبر على السؤال الوراء اي عبري على الوراء مال 12. نعم دكتور يقول what may be اقرا هذا الفوق اي subsequent to giving birth some women complain of urinary incontinence upon sneezing or because of increased intra-abdominal pressure. يقول ليش بعض النساء يصير عندهن الانكونتيننس بعد الولاده دكتور بسبب الاكسترنال سفنكتر يصير بها انجري لان خلال الولاده يعني فيعني يزداد البرجر داخل البطن وكذلك هي مثل ما قلنا يصير بها انجري فراح يصير بها انكونتيننس. اي ويكنس بالمضم على ويكنس. زين الكف مرات هي وبريجننت هي بريجننت هم يصير عندها انكونتيننس تقول شو يطلع عليه اضرار هي وبريجننت بعدها ما صار بيرث شو تتوقعين شنو هنا دكتور يعني صار ستريس يعني وكنس بالعضلات مالتها لذلك هيك صار او زاد ضغط داخل الابدومن بما انه حامل لذلك جدا هو صار برجر قوي لان يعني بريجننت فصار برجر قوي البلادر قصدي اليوريتا البيبي واليوترس راح يضغط وين يسوي برجر على قوي على البلادر يعني يصير انكونتنس هو عاده هواي في الميل تشكي من هاي الحاله وورا البيرث اكيد مرات تنضرب الاسفنكتر فسرعتهم انكونتنس دكتور بس بالنسبه لها مو بس الاكسترنال هم عندي بيلفيك فلور ماسلز فيها ويكنس افتر ذا بيرث والسبب لي انكونتنس صح صح هي مرات حتى هرمونال شغلات هرمونال يصير ريلاكسيشن للاسفنكتر
بس هو يعني بهم ساعتهم انجري يعني زين. عندنا ال عندنا بشير بلال جنات طالب دكتور جنات what is the precise name and by what name is its group of muscle known. هذا عليها سؤال على السكليتال مصل او على السكليتال مصل وين موجوده يعني بياس في نكتر بالاكسترنال دكتور تكون فولنتري اي اي فهنا هي اكسترنال يوريثرس في نكتر اي هاي تابع اليا جروب مال المصل في البلفس فولنتري ها يعني شنو عندنا دافتين غير فولنتري قصدي لا هي تابعة بجروب مال المصل بالبيلبس اسمها اسم لها اسم معين ها البيلبك يعني... فلور مصل اي صح ماشي جنات عندنا حسن ياسر حسن حيدر حسين حيدر حسين سعد حسين سمير نعم دكتور حسين عندك النيرفس كنترول طبعا عندكم نصا بالمحاضره وات ويتش ميجر ديفيجنز اوف ذا نيرفس سيستم ان نيرفيز ذا يونير بلادر دكتور البلادر دائما عليها اثنين هي الباراسمباثيتك والسمباثيتك يعني اوتونوميك نيرفس سيستم ماشي هسه عندي حسين عبد علي حسين محمد الشياع حنين حسين حنين صباح حوراء حسن حوراء كاظم حيدر علاء حيدر علي حيدر محمد خالد أحمد دانيا واثق ديمة أنور نعم دكتور ديمة عنديك اريد تقولي لي السمباثاتك شو يسوي للبلادر سمباثاتك هاتكم بالمحاضره زين جاوبوا لي هو هذا هو هذا يقول ليش اكو اكثر من نيرف سبلاي سمباثاتك وبارا سمباثاتك وسوماتيك شنو الفكره معكم تو اكت ان هارموني سمباثاتك كوز ريلاكسيشن and contraction of the urethral sphincter, parasympathetic, including in voiding phase, contraction of the detrusor and relaxation of the urethral sphincter. يعني إيه يعني اسمه ما قلت لي sympathetic شو يسوي؟ Relaxation of the detrusor muscle, included in storage phase, and contraction of the urethral sphincter. زين. ماشي ديما انور عندنا ذو الفقار عبد الرضا رسول جاسم دكتور نعم دكتور نعم بعد اسمي دكتور شعباس ليام الناس شنو؟ بعد اسمي عبدالين حجر شعباس ليام الناس ايوه ارجع بعدين ذو الفقار عبد الرضا رسول جاسم رعد سعدون رقية أحمد رقية فيصل رنا حسام ريام رياض زهراء أحسان نعم دكتور زهراء سواس 16 هنا مطينا الجدول نعم بدأت العيار السبتر مدى أسمع السمباثيتك على ريسبتر يشتغل لا يشتغل سمباثيتك يشتغل على ريسبتر الالفا 1 والبيتا 3 الباراسمباثيتك على استالكوني اي شنو يصير السكريشن بالنهايه مال السمباثيتك نعم دكتور السكريشن شنو يصير بنهايه السمباثيتك
يعطيني نور ادرينالين يا ماتيريال تطلع يا هرمون نور ادرينالين بالسمباثيتك اي والباراسمباثيتك الباراسمباثيتك يعطينا الام 3 يعني هو الام 3 هرمون هو شوفوا يعني الام 3 هو بالباث جانجليون كنورنت نيورو ترانسميتر بس انتبهي لزهراء هو مو انا انتم ما اريد تدرخون يعني انتم اطباء ما اريد هذا الدرخ ادري الاجوبه عندكم يعني انت شلون قلتي يفرز ماده اسمها ام 3 هو ام 3 شنو؟ ريسبتر ريسبتر عشان جواب موجود على البلدر اي ريسبتر انا اقول لك يا ماده تنفرز اي مو قلت النور ادرينالين تنفرز من قبل السمباثيتك سالتك على الباراسمباثيتك قلتي ام 3 الاستال كولين اي حسبتي انت؟ اي الجزء هذا غلطانين بالجواب قلتها قبلها في الباري سمعتنا لا هاي انا اريد تنتبهون ما لكم علاقه بالجواب الموجود يجوز احنا هذا نحور به نغير به كذا فاريد تنتبه هو كريسبتر اسمه ام 3 شو هناك عندنا بيتا 3 هنا عندنا ام 3 الهرمون الماده اللي تنفرز اسمها استايل كولين معروفه باراسمباثيتك استايل كولين زين هسه واضح؟ واضح عندنا زهراء احمد زهراء حيدر زهراء خالد زهراء خزاعه زهراء شهيد زهراء صلاح زهراء عبد الرحيم زهراء عزيز زهراء عقيل نعم دكتور زهراء عقيل نعم زهراء دقيقة فلو زهراء مستوى جسين بس رقم هذا هم من سألتك هذا 17 قريل يا which functional anatomical units of urinary bladder to sympathetic efferent innervate الدكتور هو sympathetic innervation يحصل للmuscular wall of the urinary bladder بالإضافة إلى السفنكتر the urinary bladder innervated by hypogastric nerve by norepinephrine which act on the alpha 1 adrenergic receptor and act on the internal urethral sphincter اللي هي bladder neck surrounded by internal urethral sphincter act on the alpha 1 adrenergic receptor بينما biliurinary bladder wall act on the beta 3 adrenergic receptor ماشي زهراء كل زين زهراء علي حميد نعم دكتور السؤال اللي ورا اي اللي ورا قريليا of the urinary bladder are innervated by parasympathetic afferent fibers. دكتور احنا قلنا هسه قبل شوية sympathetic الديتروزال والانترنال يورثرا بس هنا لا بس الديتروزال muscles. الانترنال ما بيها sympathetic بالإضافة للإكسترنال هي already somatic. هسه الparasympathetic يا مصل يسوي دكتور بس الديتروزال muscle. ماشي زهراء هذا صح. عندنا زهراء علي لفته. زهراء كريم جليل زهراء ماجد زهراء محمد نعم دكتور زهراء محمد السؤال 19 اي what somatic nerve supply the urinary bladder and what spinal cord root cords are represent within this nerve عندنا السوماتيك نيرف هو البيوديدينال نيرف والكورد من السيركل نمبر 2 و 3 و 4 اي فيري جود زهراء محمد مهدي زهراء مؤيد زهراء ميثم زياد طارق زيد بهاء حمدي زيد سلام زينب أسعد زينب حسين زينب حميد
يلا زينب عنديك والمهم هاي الأسئلة عندكم ترى بالمحاضرة بس احنا نعيدها رقم 20 اقري لي اياه. The name another anatomical sphincter whose neuronal supply is derived from the same neuronal root values. اي. هنا يريد انه نسمي العضلات العاصرة التشريحية واللي نشتق يعني من نفس الامداد العصبي يعني نشتق الامداد العصبي مالتهم من نفس القناة العصبية. اي. اللي هي الاكسترنال انيور سفنكتر عضلة العصبية الداخل الخارجية والانترنال انيور سفنكتر والانترنال نيورون سفنكتر. اي ماشي اذا عندنا سيم نيورونال روت ماشي. اي نشتق من نفس ال أيه. زينب حيدر زينب رحيم زينب رياض زينب رحيم قرينا رقم 21 دكتور يقول انه يورين ستورج از كنترولد باي ذا هيرتيكلي اورديناتد نيورال ميكاني اوبجكت از ذا سيكونس هذا دقيقة هذا بليبل هذا بليبل صعب نروح على 22 تمام common on the brain center responds for storage of urine يعني هنا نزيرين انه يعني المراكز الموجودة بالدماغ المسؤولة عن تخزين اليورين هي brain storage center sympathetic وحيودي الى relaxation of the uterus and contraction of urethra sphincter يعني المسؤولة عن التخزين أول شيء هي من تجينا من البرين ستورج إنه بعد ذلك إشارات السيمباثيك حيسوي ريلاكسيشن أو الفيتوريس اللي هي مصل يعني كونتراكشن أو يوريثرال سفنكتر فحيسيطر على اليوريثرال سفنكتر دكتور واضح صوتي؟ صوته يقطع بس تعيد دكتور؟ بالله عليها على السريع دكتور هنا يعني بين البرين is the brain center response for storage احنا نقول brain storage center حيعطينا اشارات sympathetic وهاي الاشارات حتسوي relaxation of the uterus وحتسوي بالنهايه contraction of the urethral sphincter يعني هي الفكره هنا بده يقول هيك بس شلون يصير الستورج مالت اليورين من ناحيه نيورونال من ناحيه عصبيه شلون يصير هو هذا البرين يعطي امباس للسمباثيك السمباثيك راح يشتغل هنا ايش راح يسوي البلادر راح يسوي لها ريلاكسيشن والسفنكتر يسبب كونتراكشن عمود تقفل وبالتالي راح يضل اليورين يجي هنا يتجمع براحته زين زينب رحيم عندنا زينب رياض زينب سلام زينب صفاء نعم دكتور زينب سلام نعم دكتور زينب صفاء زينب صفاء what type of قرينيا 23 what type of دكتور انا زينب سلام يعني مو زينب صفاء شنو زينب سلام مو زينب صفاء هو اي زينب سلامي نعم what type of neurons in the spinal cord exclusively mediated contents يعني يريد التايب اوف نيورونز المسؤوله عن الكونتنتس اللي هي عندنا المينالي راح تكون عباره عن السمباثيتك نيورونز بشكل اساسي سمباثيتك نيورونز من التي 10 لحد الال 2 ماشي نعم دكتور اي هو هاي هو السمباثيتك معناها هي اللي تسوي لي كونتنتس ماشي زينب صفاء زينب عباس زينب علي مهدي زينب زينب علي عندك دقيقه خلى بالبلادر ايش راح يصير من يصير ستيميليشن للادرينو سيبتر اغونست طبعا هو نفس الاسئله بس هو يعني حور بالسؤال اذا عندك ادرينو سيبتر اغونست شو يشتغل على البلادر شو يسوي لها ادرينو سيبتر مشتبه بس الصوت يقطع بس عيد السؤال ادرينو سيبتر من يشتغل على البلادر شو يسوي
ادرينو سيبتر اغونست ريلاكسيشن. ادرينو سيبتر يسوى ريلاكسيشن. واليوريترال سفنكتر يسوى كونتراكشن. ها كونتراكشن اذا هو ريلاكسيشن من البلادر معناها كونتراكشن. زينب محمد عبد العزيز. زينة عباس. دكتور. سارة أحمد. دكتور. سارة أمين. دكتور. سارة حيدر. سارة عادل. سارة غانم. سجاد مهدي. سجاد سالم. نعم دكتور. سراج خالد. دكتور. سعاد فارس. نعم. دكتور انا زينب محمد. زينب محمد ايوه كان فاصل عنديك. اي دكتور الانترنت يمي ضعيف. يلا زينب نرجع لك. سؤال خمسة. ادرينو سيبتر اغونس مثل ايش؟ مثل يعني ادرينو هو نور ادرينالين. زين نور ادرينالين هذا يشتغل على بيتر اليورثرا سفنكتر على بيتا. ها؟ على بلدة يسوي ريلاكسيشن. زين سراج خالد. سعاد فارس. بعدين ارجع لكم. سعاد فارس. سما رعد. سما علي. سمارة باسم. سيف علي. شاه سنان. نعم دكتور. نعم دكتور. يلا سيف. باليورثرا سفنكتر يا ماتيريال تطلع. شنو دكتور يعني ما تفتح؟ عندنا ذني الهرمونز اللي تطلع. على اليورثرا سفنكتر ايش يطلع من ادرينو سيبتر اغونست؟ ها دكتور هنا ادرينالين. لا على اليورثرا سفنكتر. إذا علي بلادار قلنا نور أدرينالين، إذا علي يورثرا سفنكتر نفسه دكتور الاكسترنال ستار كولين بس الانترنال نور أدرينالين. إي ماشي. عندنا شمس مهدي. نعم دكتور. يلا شمس. دكتور السؤال اللي بعده. إي apart from their actions on the inner bladder. يعني يقول برين سنتر او برين كونتينس سنتر شو تسوي بعد غير انه تشتغل على البلادر؟ شو تسوي وين تشتغل بعد؟ دكتور تشتغل على اليوريترال سنتر. اي شو تسوي؟ كونتراكشن. اي ماشي شمس. عندنا شهد عياد. عندنا شيرين سالم. صفاء جواد. صفاء فلاح. ضياء معز الدين. طاهر حازم. طيب عياد. طيبة أحمد. طيبة محمود. عباس حمزة. يلا عباس. عندنا هسه يقول اذا البدر بالكونتيننس فيس يقول راح اكيد البدر شو يصير بيها؟ يصير بيها فولنس راح يصير بيها ستورج مالت اليورين بالبلادر. زين الانترا فازاكل بريشر بالبدايه شو يصير بيه؟ زين اي ماشي عباس. هاي عباس رضا. عباس فاضل. عباس ماجد. عباس محمد. عباس عباس محمد. عباس
نعم موجود. شنو؟ عباس ماجد موجود. عباس ماجد غفار. يلا عباس. عباس عندنا هذا ما ستريتش ريلاكسيشن شنو معناه؟ يعني وين يبدا راس الفول المصل ستريتش راح يصير بها اتفاق يعني البلدر ديستنتبل يعني شنو غير فهمني اياها مو عبد الرحمن يحيى عبد الصاحب عبد علي بس اسمك عباس منصور اي ما اقولش عجب غايب تداما جاي عباس اشرح لنا اياها شنو ستريتش ريلاكسيشن فينومينا يقدر هنا بلادر اذا صارت عندنا فور يعني شلون راح يزداد به اليورين اني وما أبطل حجم البلدر نفسه فلازم أنا أسوي يعني ريلاكسيشن حتى أستوعب أكبر حجم من اليورين. أي هو هاي هو افتهمت على عباس يعني هو على مود تستوعب كميات أكبر من اليورين. عبد الصاحب عبد علي عبد الله خضير عبد الله عماد عبد الله ظاهر علا حميد. نعم دكتور. يلا علا. Where do nerve endings of afferent fibers involved in sensory feedback of the bladder of the urinary bladder originate? الافرنت منين تطلع لي الافرنت يعني اللي تروح لي البراين يعني كسنسري وين نلقاها بيا جزء بالبلادر؟ دكتور بالوول بلادر وول. دكتور تسمعني؟ لا حميد. نعم دكتور. دكتور بالوول بلادر وول. اي ماشي بالبلادر وول هاي موجودة سنسري نيرف اندينج. علا خالد. علا علا حيدر. نعم دكتور. دكتور. نعم. بس دكتور علا حيدر انا. اوكي دكتور تعالي بعدين؟ الدسكشن خلوه بعدين بس خلي اكمل. علاء حيدري علاء عندك السنسر انفورميشن تنتقل عن طريق الافرنت نيرفز وين راح توصل عن طريق السبانال كورد توصل للبرين هذا شو ينقل لي يعني يا احساس بالبلادر دكتور هاي دكتور هاي مسؤول عن الستريتش والبين والتمبرتشر في حاله عند الستريتش يعني انه البلادر ما صارت فل ترسل لي اعازات عن طريق الافرنت نيرف تو ذا برين عم تسوي ميكتشرايز هو اي البلادر مو راح يزيد اليورين مالك المرحله نعم دكتور التمبرتشر والبين اي بالضبط هاي مسؤول عن الميكتشرايز عم تنفس عمليه الميكتشرايز تحت اي صح صح علي المرتضى حامد علي المرتضى ضياء علي الهادي حسن علي عياد علي جواد علي حسين علي علي جواد عندك هذه كلها اللي تصير مع النيرفس سيستم لها اسم خاص اي دكتور اي دكتور بودي بودي كيركيوت الموجود المنطقه الهيئه مالتها بودي سيركتس هاي نا غلط بالاملاء بودي سيركتس دوائر مال التفريغ زين اي صح علي حسين علي علي حيدر علي حيدر كريم علي دكتور علي حيدر كريم عندك برين سنتر ريسبونسبل فور مكتشرشن اوف يورين دير بالكم انتبهوا اكو برين سنتر مرات يقول لك على المكتشرشن اكو برين سنتر على الستورج اوف يورين فتنتبهون ثاني المصطلحات
اي هنا شنو هنا؟ هنا البرين ماتشوريشن سنتر ويتبع السباينال ماتشوريشن سنتر. اي وبعدين ايش راح يصير؟ بعدين راح يصير دكتور يوصل الباراسمباتيك للتروسر المصل بحيث يصير عندنا كونتراكشن. اي صح. ريلاكسيشن. اي صح. علي حيدر محمد. علي رعد. نعم دكتور. علي رعد. هنا عندك وين بالاريا بالبرين المسؤول عن المكتريشن يا اريا؟ دكتور القشرة الدماغية السيبرال كورتكس. زين هاي نقدر لها اسم ثاني سيبرال كورتكس يعني سامع بالجراي متر وايت متر ماخذيها؟ ما اتذكر صراحة دكتور. ماخذين الجراي متر والوايت متر؟ اي دكتور هاي المننجيز. لا المننجيز الممبرينز اللي تغلف البرين فوقها بس نفس البرين نفسه يتكون من هم لايرز شلون سبينال كورد اكو وايت متر وال شو اسمه الوايت متر والجراي متر النيرف سيل هنا نسميها الجراي متر نيرف سيل بس الفايبرز الالياف اللي تطلع هي تكون للوايت متر ما انتم بعد ما ماخذين ورا يمكن تاخذون على السنه الجايه اتوقع ماشي المننجيز لا الممبرينز علي رعد قلنا اي عدتك عندنا علي سلام علي صلاح ابراهيم علي طلال علي عبد الامير علي عبد الرضا علي عبد الزهرة علي ها منو علي قاسم علي صلاح علي صوتك اي نعم دكتور اي علي صلاح يلا علي صوتك اي اي دكتور عندنا هنا ديسيجن ميكينج اكو هاي مال اكو اريا بالبونز السم لها علاقه بالمكتريشن زين اريا بالبونز اريا بالبونز شو اسمه امريجين اذا انضربت شو راح يصير باليورين صح علي قاسم حسن يلا علي اذا عدنا اي يعني يا بارت من النيرف سيستم اللي هو يسوي فوينينج مال تريورين امتنج مال يورين سمباتاتيك باراسمباتاتيك سوماتيك باراسمباتاتيك ها بارا اي بارا سمباتاتيك قلت لكم مال واحد مرتاح وهذه بدينا يصير مكتريشن علي كاظم شاكر علي كاظم صخيل غادة عدنان غدير احمد يعني دكتور منو غادة؟ نعم دكتور يلا what is spinal root value of nerves thought to be responsible for commanding urinary voiding يقول لك اكو spinal root هي اللي تسوي لي voiding لليورين دكتور استوماتيك روت 2-4 يعني شنو 2-4 شنو 2-4 يعني انت قلت استوماتيك روت 2-4 شنو هاي 2-4 افتهمت ثاني غدير احمد غدير علي لفته غفران محمد فاطمة سلام فاطمة صباح فاطمة عباس فاطمة عباس عبد العلي نعم دكتور فاطمة شنو زميلتك قال سوماتيك بس شنو معنى تقول 2-4 شنو هاي دكتور السوماتيك نيرز اللي راح تطلع ما بين الساكرام النيرز اللي هي الاس 4 والاس 2
اي احنا مو عندنا اكو بالفيرتبرال كولوم عندنا ساكرال اريا. اي نعم هاي روت من اس 1 الى اس 5 فهي اس 2 اس 4 يعني الثاني والثالث والرابع هو اللي يسوي هاي الشغله زين سبتان فيها اي فاطمه عباس عندنا فاطمه عقيل فاطمه علي فاضل نعم دكتور فاطمة عندك سؤال بعده إيه سوماتك شو تسوي لي؟ سوماتك شنو يشتغل؟ فاطمة فايز فرات رحيم فضة محمد قمر سلام قمر فاضل ترار حيدر نعم صباح نعم دكتور ترار السوماتك شنو الرول مالته بالمكتشرشن فيس دكتور السوماتك يسوي لي كونكت بالسنترال نيرفس سيستم ذا بدي مصل تو كنترول فولنتري موفمنت اند ريلاكس ارش يعني شنو يعني يوصل الجهاز العصبي المركزي بالعضلات مالت الجسم حتى يتحكمني بالحركات الاراديه الفولنتري موفمنت مثلا هي ست عندك بلادر وعندك سفينكترز هنا السوماتك شنو شغله بيا مكان شو يسوي كرار صلاح كرار محمود كوثر مطشر لانا جهاد ليث حليم مجتبى حسن مجتبى حسن فالح محمد أمير مهدي محمد أنور محمد حسين محمد علي حيدر محمد فاضل دكتور انا ما فهمت شنو دكتور اول واحد بالميم انا محمد انور ما لا صحتك بس ماكو انا واحد صحتك بس ماكو السوماتك شو يسوي بالمكتشرشن فيس دكتور الاستيرنال سفنكتر يسوي لك كونتراكشن على مود يسوي incontinence يعني storage ما يخليه يسوي لنا بيدير دمنيات ما بيخليه يدير دمنيات زين هسا ارجع لك بعدين ارجع لك بعدين مرتضى عبد الامير مروان سامي مريم باسم مريم فرحان مريم هاني نعم دكتور مريم منو مريم هاني نعم دكتور مريم السوماتيك شنو الرول مالته اللي هو الجندل نيرف دكتور هو يشتغل على الاكسترنال سينكتر اي شو يشتغل شو يسوي يسوي لها كونتراكشن يسوي كونتراكشن معناه شنو هو يكون يعني ارادي ها يعني يصير استرج لليورين هو يقول لك السوماتيك السوماتيك شنو الرول مالته دكتور هي يعني يصير اشاره من الكورتكس وتنتقل عن طريق السبينال كورد
نرف عن طريق البيودنجال نرف. راح يلقى هناك النيكوتينيك ريسبتر عن طريق الأسيتال كولين، راح يصير يعني هناك تنغلق للسفنكتر. ماشي، من يوضحها أكثر؟ يعني السؤال هنا، السؤال دقيقة علي حيدر، السؤال هنا يقول أسأل سوماتيك العلاقة بالكونتيننس لو انكونتيننس أو بالستورج لو الامتنج أوف يورين. دكتور بالستورج راح يكون عنده كونتراكشن وهي هاي الوظيفة ما تقدر صار الاستيموليشن، أما إذا قل الاستيموليشن راح يصير بالعضلة ريلاكسيشن وبالتالي راح يصير عندنا انكونتيننس. زهرة عقيل شو تقولين؟ نعم دكتور. تقولين شنو السؤال دكتور؟ السوماتيك رول مالته يعني كونتينست امتنج اوف يورين لو قصدي ستورج اوف يورين لو امتنج اوف يورين السوماتيك نيرف سبلاي. دكتور هو انهبيت المكشوريشن يعني كونتينست. احد يعيد زهرة؟ نعم جاوب دكتور. اي نرجس يلا جاوب نرجس. دكتور السوماتيك يسوي ريلاكسيشن للسترايت ديستنكتر يعني امتينج اوف يورين. خلفوا العلماء زين يلا من يجاوب بعد؟ دكتور اجاوب دكتور. دكتور تقريبا فهمت الفكره مالته يعني ليش السوماتيك دكتور يشتغل بالنورمال يعني قبل لا يصير فل للبلادر هو يشتغل على السفنكتر يسوي له كونتراكشن. يا قصدك راح يسوي ستورج اليورين فيسوي كونتراكشن للاكسترنال سفنكتر على مود بالضبط يسوي ستورج لليورين. ماشي احد عنده اضافه دكتور؟ نقدر نقول انه بس هو راح يسيطر على عمليه المكتشريشن لانه هو الستورج يصير بالبلادر بالتالي الاكسترنال شنو دخل بعد؟ أجاب دكتور. هو يسوي لي كونتراكشن للسفنكتر اذا والسوماتيك هو راح يسوي ريلاكسيشن. انا هيك فاهمه بعد ما اعرف دكتور هو مو اي زهره شنو دكتور هو مو يشتغل على الاكسترنال ريسبتور سفنكتر من خلال الاسيتال كولين نيكوتينيك ريسبتور راح يعمل كونتراكشن بحيث انه يعني هذا راح يساعد على الكونتيننس بحيث انه اكو بالستريس انكومبتنس يورينري انكومبتنس اكو مشكله راح يكون بالله يعني راح تكون ويك هاي الاكسترنال ريسبتور سفنكتر وهذا راح يؤدي الى الانكونتيننس يعني الكونتراكشن مال هذا السفنكتر يؤدي الى الكونتيننس يمنع الانكونتيننس يعني تتفهمني إيه دكتور يعني هو بحيث انه اكو مرض نعم شوف عيني خلي انا اشرح افهمكم نعم اجاب دكتور هو لما السيريبرال كورتكس يعني تقول انه نوت تو يورينيت راح يزداد السوماتيك ستيميليشن بالتالي راح يسوي كونتراكت بالاكسترنال يوريثرال سفنكتر لكن لما السيريبرال كورتكس يعني تقرر انه يورينيت راح يقلل السوماتيك ستيميليشن بالتالي راح يصير عندنا ريلاكسيشن بالاكسترنال يوريثرال سفنكتر. اي هو بكل بساطه اني من اريد اسوي يورينيشن مين راح يشتغل يا سيستم سمباثيك زين اني اذا بمكان ما ملائم يعني للمكتشرشن بالدوام كذا اريد اسيطر على والبلادر صار بيها فولنس زين في الحاله شو اسوي يعني لازم اسيطر على الاستنكتر عافيه لازم اعمل اسيطر على المكتشرشن فشلون اسيطر عليه لازم انا ايش عندي السفنكتر اسوي كنترول عليها فمعناه شنو شلون اسيطر انا عارف انا اقدر بس على السوماتيك السمباثيك والباراسمباثيك ما عندي كنترول عليها فاني عندي كنترول على السوماتيك فالسوماتيك شنو شغلها تسوي كونتراكشن للاكسترنال سفنكتر وبالتالي حتى لو البيدر صار بها فولنس
يعني انا اقدر اسيطر بقوه عليه من على الاكسترنال سفنكتر بواسطه السوماتيك نيرف سبلاي. كلام واضح؟ دكتور مسال يقول على الرول مات السوماتيك نيرف سيستم دورينج الماتشوريشن. اي يعني دورينج الماتشوريشن واحد يسوي انه يقلل الاستيميليشن حتى يسوي ريلاكسيشن؟ لا هو هسه قلت لك هو الماتشوريشن بروسس انت تريد تسوي ماتشوريشن لو تريد تقفل هسه زين فانت تريد تسوي ماتشوريشن تريد تسوي هو لا هو الرول مالته بس يشتغل راح يشتغل كستورج يعني بس بالاخير يصير ستورج قصدي بال يعني كلوجر للسفنكتر كلوجر للسفنكتر احنا عندنا بلادر فول نيس عن طريق السمباثيتك والبلادر امتينج المكتشرشين باراسمباثيتك الرول مالت السفنكتر الاكسترنال سفنكتر هنا شنو هنا على مود اقفل السفنكتر زين بس اكو فاكتور او هرمون نيورو ترانسميتر هذا يسوي ريلاكسيشن للاكسترنال سفنكتر العفو الانترنال والاكسترنال الاكسترنال شلون تنفتح يعني هسه واحد يسوي مكتشرشين عاد يعني بلادر لازم يصير بها كونتراكشن والانترنال والاكسترنال لازم يصير بهن هم ريلاكسيشن زين فلازم انتم تفهمون البلادر شلون يصير بها كونتراكشن الانترنال شلون تنفتح الاكسترنال شلون تنفتح واضح بها شويه تعقيد بس لازم انتم يعني منو يقدر يجاوب من ثلاثتهم احد فاهمني يلا جاوب دكتور اول شيء باليورينيشن اذا احد مثلا يريد يروح البلادر عندي مملية وما لقيت مكان اروح اسوي فهنا لا الباراسمبثيتك فيني ولا السمبثيتك لا لقيت مكان لا احكي لي لقيت انت هسه تريد تسوي مكتشرشن لقيت مكان احكي لي ايش راح يصير الباراسمبثيتك اشتغل الباراسمبثيتك الباراسمبثيتك ايش يسوي؟ دكتور يسوي كونتراكشن للبلادر وريلاكسيشن للاكسترنال سفنكتر احد يأيده؟ دكتور البلادر والسمباثيتكس تسوي انهبيشن لا مو ايش تحكي لي انا اذا اقول واحد يريد يسوي مكتشرشن وعنده مكان ملائم لا تقول لي هسه السمباثيتك شو العلاقه هنا ما له علاقه السمباثيتك انا السمباثيتك لها علاقه بالستورج شنو العلاقه؟ ما في سمباثيتك ما في باراسمباثيتك اي نعم شلون يفتح الانهبيشن للسمباثيتك اي بس مو تحكي لي كستيميليشن للسمباثيتك يعني انت احكي لي على السيستم اللي راح يشتغل هسه هنا راح يشتغل مثلا يسوي كونتراكشن بلادر ويسوي ريلاكسيشن لهذه ولهذه فذن ثلاث شغلات اريد واحد يحكي بالتفصيل اول شيء يقول لي فلان شيء راح يسوي كونتراكشن بلادر ثاني شيء راح يسوي ريلاكسيشن فلان شيء راح يسوي ريلاكسيشن للانترنال سفنكتر ثالث شيء الاكستر قصدي الانترنال سفنكتر بعدين الاكسترنال سفنكتر بالتسلسل شنو اجاوب دكتور زين السلام عليكم السلام دكتور سلام شلون صحتك؟ سلام سلام اهلا وسهلا دكتور سلام وياك شلونك؟ الله يسلمك دكتور انت شلونك؟ الحمد لله عربي دكتور امجد بعد لكم على السمول جروب دقيقة خلي اشوف الوضع خلصنا